بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدأ بالكورس الثاني، واليوم راح نبدي محاضرات العقاقير والنباتات الطبية للمرحلة الثانية في كلية الصيدلة. Introduction to pharmacognosy، مدخل لعلم العقاقير والنباتات الطبية. Pharmacognosy is the study of those substance or drug derived from natural source. هو العلم الذي العقاقير والنباتات الطبية هو العلم الذي يهتد بدراسة المركبات والأدوية المشتقة من المصادر الطبيعية، ونقصد المصادر الطبيعية هما مصادر حيوانية أو نباتية أو مشتقة من مايكرو أورجانيزم. The word pharmacognosy is derived from Greek pharmakon. يعني إحنا من نجي ندرس مقطع الفارماكوجنسي نشوف الفارماكون هو عبارة عن كلمة إغريقية تعني دواء، وجنوسيس يعني ساينس، إذن هو علم الأدوية. إذن فارماكوجنسي هو علم الأدوية وهو من العلوم الأساسية في كلية الصيدلة. Pharmacognosy form an important link between، هذا العلم جدا مهم ويربط لي بين علم الفارماكولوجي اللي هو يتضمن دراسة ميكانيكية عمل الدواء والميديسينال كيمستري والكيمياء الطبية من جهة، ومن جهة أخرى يربط لي بين الفارماسيتكس يعني علم الصيدلانيات وكذلك الكلينيكال فارماسي وكذلك الصيدلة السريرية من جهة أخرى. فهذا العلم علم العقاقير والنباتات الطبية اللي يهتم بدراسة المركبات والمشتقة من النباتات أو من المصادر الطبيعية اللي هي الحيوانية والنباتية والمايكرو أورجانيزم جدا مهم، وصراحة راح يبدأ بدراسة المركبات الثانوية التي تنتج من النباتات. هنا approach to study of medicinal plant، شلون نبدي ندرس النباتات الطبية وشلون نبدي نصنفها وشلون نبدي نقسمها. Vegetable drug الأدوية النباتية، vegetable drug الأدوية النباتية can be arranged for study under the following head. يعني هنا شلون نبدي نصنف الأدوية النباتية، هنا alphabetical حسب الحروف الأبجدية، أما نقول عليه لاتيني أو vernacular name. vernacular name يعني اسم الشائع أو اسم العام يمكن أن يستخدم، أو taxonomic يعني تصنيفيا. Drugs are arranged according to the plant from which they are obtained. الأدوية تصنف اعتمادا على النباتات اللي أخذنا من عندها المادة الفعالة، إلى أصناف class وكذلك إلى order رتب وعوائل وأجناس وكذلك species يعني الجنس والنوع، أو نقسمها morphological حسب الشكل. يعني العلاج are divided into group، يقسم إلى مجاميع حسب إنه حسب تصنيف الأوراق leaves وكذلك حسب شكل الفلاور الثمار الأزهار وكذلك الفروت الثمار والسيد البذور والهرب أو شكل النبات أصلا. This grouping هذا التقسيم have some advantage for practical study، هذا مهم إنما فينا بدراسة الكرود دراج يعني نباتات كل النبات هور دراجز، وكذلك identification وفينا بمن بتصنيف of powder دراج بعد ما نسوي طحن للنبات أيضا يفيدني هذا التقسيم، أو نقسمها اعتمادا على pharmacological أو therapeutic activity، نقسم الأدوية اعتمادا على الفعالية الدوائية. This classification involves grouping، يعني هنا نقسم النباتات اعتمادا على الفارماكولوجي شلون يشتغل النبات شلون يؤدي فعل مالته داخل جسم الإنسان، of their most important constituent or their therapeutic use، أو نقسمها اعتمادا كيميائيا chemical or biogenetic the important constituent المركبات الفعالة موجودة بالنبات، مثال عليه الألكلويد، نقسم اعتمادا على الألكلويدات الموجودة أو الجلايكوسايد أو زيوت الطيارة الموجودة بها، or their biosynthetic pathway، biosynthetic pathway طريق تصنيع المركبات الثانوية الموجودة داخل النبات، form the basis يعتبر الأساس بمن بالclassification. هنا plant nomenclature and taxonomy، هنا تسمية النباتات، هنا شلون نسميها، لكل شيء اسم، للإنسان اسم، للحيوان اسم، أيضا للنبات اسم. هنا شلون راح نسمي النبات تسمية علمية، botanical nomenclature تسمية النباتية، in the past سابقا كان النبات ينطونا شنو اسمين واثنين هنا يبدأ بحرف كبير لاتين زين title،
ولكن العالم السويدي اللي هو لينياس عام 1707 إلى 1778 هو سويدش بايولوجست، هذا عالم البيولوجي السويدي، قال يعني احنا نسوي اسم النبات يتألف منين؟ باينومينال سيستم، يعني اسم ثنائي. In which the first name denotes the species. إذا الاسم الأول هو عبارة عن النوع والثاني الاسم الثاني هو اسم الجنس. فكل species name may be written with the small initial letter. بالنسبة للنوع يبدأ بحرف صغير، أما الجنس يبدأ بمن بحرف كبير. إذا هنا أنا حالم السويدي قال إن جزء أول شيء إن اسم الجنس جينس يبدأ بحرف capital letter، والسبيشيز يبدا بحرف سمول لتر. فشنو هم بوتانيكال نيم؟ الاسم العلمي اور فولود ار فولود باي نيم اور ذا بيرسون اور ذير اكسبتنت ابريفيشن. احنا قلنا الاسم العلمي يبدا من اسم الجنس يبدا بحرف كابيتال لتر، واسم النوع يبدا بحرف سمول لتر، ويخلون وراه لينياس اللي هو اسم العالم اللي قام بتصنيف النبات وكذلك اكتشافه. والشغله الاخرى اذا قلنا اسم الجنس يبدا بحرف كابيتال لتر، يبدا وراه بعدين حرف اسم النوع اسم كسمول لتر، وجواه خط. شوف اسم الجنس جواه خط، والاسم النوع خط جواه خط، وبعدين يجي اسم العالم. دائما يختصروا فرض لينياس بحرف الال، فنقول منثا بابريتا ال نقطه، هاي مهمة. ال نقطة يعني ال نقطة يعني هذا شنو مختصر لكلمة لينياس. This name لينياس refer to the botanist العالم شبيه هو first described اللي أول من وصف species or variety. This name is useful where there are different names for the same plant. هذا جدا مهم خاطر يميز لك هذا اسم النبات من اسم الآخر اللي مكتشف عالم آخر. Then plant family with the capital letter. إذن فيصير عندي مجموع هاي المعلومات إنه الاسم العلمي يكون اسم الجنس يكون حرف capital letter، والاسم النوع يبدأ بsmall letter وجواه خطوط، وبعدين تكتب للfamily تبدأ بcapital letter. فنشو نقول عليها؟ فرض النبات ست الحسن الأتروبين، نقول عليه أتروبا. بلدونا سيلينيسي، إذن اسم الجنس اسم النوع اسم الفاميلي، هذا يبدأ بcapital letter، هذا يبدأ small letter، هذا يبدأ capital letter، وإذن جواهن خطوط. بعض الأحيان نضيف لهن شنو اسم العالم، نقول أتروبا بلدونا إل، يعني هذا لينياس هو اللي اكتشف وشخص. هنا نجي إلى natural source of the drug، ما هي المصادر الطبيعية للأدوية؟ أول واحدة عندك النبات، النباتات. مثال عليه فرضا الألكلويد أو غلايكوسايد، ها مشتقة من النبات أو مشتقة من الفطريات. The fungi provide number of the useful drug. طبعا الفطريات لها فضل علينا كريش كبير، خاصة البنسيليوم اللي هو هذا فطر البنسيليوم اللي هو مسؤول عن إنتاج البنسلين اللي هو برود سبكترم أنتيبايتيك، العلاج اللي يستخدم فيه كثرة في علاج الالتهابات البكتيرية. أيضا العلق، these are مصادر يعتبر من للأجار والجينيك أسيد. الأجار من الكوانات الأساسية بعلم البيولوجي. أو اللاند أنيمال، الحيوانات البرية اللي تعطيني تراديشنال فارماسيوتيكال ماتيريال، مركبات الصيدلانية التقليدية اللي هي الجيلاتين والولفات والبيزواكسي والكوليسترول، طبعا هذا ضروري عبارة عن مصدر للهرمونات، وكذلك الفيتامينات والسيرة. فشوف انت المصادر الطبيعية تعتبر كنز او خزين اساسي لانتاج الادوية الطبية. ايضا عندي من المصادر الطبيعية الاخرى هي البكتيريا. مثال عندك البكتيريا، البكتيريوفايتا is a source of for production of antibiotic. البكتيريوفايتا موجودة في التربة، تعتبر كمصدر لمنتاج الانتبايتك المضادات الحيوية. والسبستريت and their employment in the genetic engineering، وهي تفيدني بمن بالهندسة أيضا الوراثية، خاصة في إنتاج الهيومان انسولين. فشوف أنت المصادر الطبيعية تكون مصادر متنوعة ومصادر غنية وسهل الوصول إليها. هنا عندي method of using plant، طرق استخدام النبات. أما البلانت may be used as isolated part، نأخذ أجزاء من النبات وليس كل النبات. فرضا عندك dried leaf، الأوراق الجافة للنبات as digitalis، مثال عليه فرضا كف الثعلب اللي نستخرج من عنده مادة الديجوكسين اللي تفيدني في علاج شنو الكونجستيف هارت فيلر، في علاج عجز القلب. هذا ما نستخدم النبات كله بالاستخلاص، من نريد نستخلص المادة الفعالة ما نستخدم النبات كله، وإنما نستخدم جزء من النبات كأن تكون الأوراق فقط. فعندك فرضا من النبات الديجيتاليس نطلب عند الديجوكسين اللي فيني بالكونجستيف هارت فيلير، ناخذ فقط الدرايد ليف، أو ناخذ النبات كله مثال عليه الكثرنطس روسيوس
اللي يطلع لي مادة الفينكريستين والفينبلاستين اللي يستخدم فيهم في علاج الكنسر. لا، استخدم كل النبات، استخلص كل النبات خاطر طلع هاي المواد الفعالة اللي يستخدم في علاج الكنسر. هنا الاكستراكت اوف اكتف كونستيتوينت، هنا لا مستخلص المادة الفعالة فقط. مثال عليه اكستراكت اوف انرايب فروت، طبعا هنا مستخلص الانرايب فروت يعني الثمار غير الناضجة of the plant. مثل عليه بابا بورسمينو فرام، البابا بورسمينو فرام هذا هو عبارة عن الخشخاش، نبات الخشخاش اللي يحتوي على مادة المورفين اللي يستخدم كشنو ناركوتيك، مادة مخدرة ومسكن ألم جدا قوي ومخدر أصلا. The resultant extract is called the extractive. إذن الاكستراكت اللي حصل من النبات يسمى الاكستراكتيف واللي يحتوي على المادة الفعالة، which refer to the principal constituent found in the natural substance and are separated or isolated from the natural substance by different methods. طبعا هذا الاكستراكت هاي المادة الفعالة استخلصها من النبات بطرق استخلاص مختلفة، ان شاء الله راح نتوصلها نشوفها بالمحاضرات المقبلة. These principal هاي المواد الفعالة، principal اقصد بها المواد الفعالة، are responsible علمن المديسينال اكتيفيتي. اذا المديسينال اكتيفيتي ترجع لمن؟ للبرنسبل، المواد الفعالة الأساسية الموجودة داخل النبات. And these are found either single or mixed. يعني هنا المواد الفعالة أما توجد مادة واحدة في المستخلص أو أكثر من مادة واحدة في المستخلص واثنين أو أكثر واللي إلهن pharmacological activity. بعض المصطلحات الموجودة بالفارماكوجنس في علم العقاقير والنباتات الطبية، الكرود درج، الكرود درج natural product هو عبارة عن منتج طبيعي، which are not pure compound. هذا بعد من نسوي استخلاص نقول عليه crude drug، مستخلص هذا تلقى المستخلص بعشرات إلى مئات المركبات وليس مركب واحد، فنقول عليه هذا crude drug يعني علاج خام. العلاج الخام مثل النفط الخام يعني ب200 إلى 300 مركب موجود بي، هذا ايضا نفس الشيء ايضا كرود درج، لا اكثر من مركب موجود داخل المستخلص. وايلد بلانت نباتات البريه، هاي هي النباتات اللي تنمو بدون تدخل الانسان زين، وموجوده داخل يعني بالطبيعه يتم يعني بدون تدخل الانسان تنمو بحتى تقريبا. البرايمري ميتابولايت، البرايمري ميتابولايت هاي المركبات are secreted during the growth phase، هاي تنتج من النبات خلال طور النمو. طبعا هاي المركبات مكونات الأساس هو الكربون والنيتروجين والفوسفورس، مثال عليها السكريات والأحماض الأمينية وكذلك النيوكليوتايد. They give rise to the secondary metabolite، هاي المركبات البرايمري ميتابولايت تعتبر الأساسي من لإنتاج السكندري ميتابولايت. And they are very important for the plant، وهاي مهمة من النبات ولكن متفيد للإنسان، فائدتها كلش قليلة بالنسبة للإنسان. نجي لسكندري ميتابولايت، المركبات الثانوية are different chemical compound، طبعا هاي مركبات كيميائية متنوعة تنتج من البرايمري ميتابولايت and have pharmacological activity، وعتها فعالية طبية وصيدلانية for human. إذن هي هاي اللي اهتم بدراستها، اللي يفيدني في علم العقاقير والنباتات الطبية هو دراسة السكندري ميتابولايت وليس دراسة البرايمري ميتابولايت، لأن السكندري ميتابولايت ما طلعت pharmacological activity أقدر استثمرها فيما في علاج الأمراض زين، وكذا الأمراض الموجودة في جسم الإنسان. And many functional inside the plant، but أيضا مجموعة من الفعاليات داخل جسم النبات. But plant can live without secondary metabolite، ولكن النبات يقدر يعيش بدون هاي secondary metabolite، مثال عليه الألكلويد والجلايكوسايد and other. نجي للألكلويد، وشنو الألكلويد؟ هذا عبارة عن مركبات basic compound، مركبات قاعدية تحتوي على at least one or more nitrogen، وذرة نيتروجين واحدة أو أكثر، وهاي وين موجودة؟ أما بتيروسايكلين داخل مركب حلقي أو خارج المركب الحلقي. occurring chiefly in many vascular plants، العديد من النباتات والفطريات. أيضا قلنا هسه من secondary metabolite هي عندك الألكلويد، من secondary metabolite هي الجلايكوسايد، وهاي هي pharmacological activity for on human body، اللي يهمني بدراسة العقاقير النباتات الطبية هو secondary metabolite. قلنا الألكلويد هي عبارة عن مركبات قاعدية، أما الجلايكوسايد شنو؟ الجلايكوسايد هي عبارة عن مركبات شوية هيوج ضخمة ذات يلد أبون هيدروليسيس، من تتحلل تطيني جزئين، الجزء الأول هو الأجلايكون اللي هو جزء غير سكري، والجزء الثاني هو شنو؟ الجلايكون اللي هو جزء السكري. إذن هاي الجلايكوسايد ألف من جزئين، جزء سكري وجزء غير سكري. الجزء السكري يسمونه
الجلايكون. الجزء غير السكري هو الأجلايكون، المسؤول عن الفعالية الدوائية هو الأجلايكون اللي هو جزء غير السكري، طبعا يرتبطان بيناتهن عن طريق شنو؟ الهيدروكسيد. Most glycosides are found in the plant and exhibit different pharmacological activity. طبعا هذا الجلايكوسايد موجودة بالنباتات وتعطيه مجموعة مختلفة من الفارماكولوجيكال اكتيفيتي. فرضا عندك شنو؟ النبات الديجيتاليس اللي هو نبات الكف الثعلب، يحتوي عليه من على الديجوكسين، والديجوكسين يستخدم في تريتمنت اوف كونجستيف هارت فيلير، عجز القلب. ايضا من المصطلحات الموجوده في علم العقاقير هو فولاتايل اويل، زيوت الطياره. هذا رابيدلي ايفابوريتد اويل اوف ذا بلانت ات اوردينري تمبرتشر. هاي المركبات ان سهوله تتبخر في درجه حراره الغرفه العاديه في حراره 25 درجه سيليزيه، راسا تتبخر. ايضا لها اسم اخر اسمه زين شيل اويل، يعني من كلمه اسنس يعني شنو؟ عطري. اذا هاي زيوت لها صفه اخرى انه بالاضافه لانها تتبخر في درجه حراره الغرفه ايضا لها رائحه عطريه مميزه. اما زيوت الثابت الفيكسد اويل هاي نون فولاتايل فاتي اويل، زيوت عاديه مشتقه من النباتات واغلبيتها مكونها الاساسي هو الجليسرايد. التنن هي عباره عن مركبات فينوليه. نقصد بالمركبات الفينوليه يعني حلقه اروماتيه تحت عليها ويرتبط بها شنو؟ هيدروكسيل جروب، مشتقه من النباتات يوزد ان تنينج، يعني التنينج شنو؟ في الدباغه وكذلك في الطب. التنين كان بي بريسيبيتيت، طبعا يستخدم في ترسيب البروتين والالكالويد ويحول الجلد الحيواني المن الى الاذر الى جلود صناعيه. الاكستراكشن، من نقول اكستراكشن يعني استخلاص، اذا هي عباره عن ميثود، اذا هي عباره عن طريقه. الاكستراكشن هي طريقه لاستخلاص المواد الفعاله الموجوده وين؟ في النبات. Methods of obtaining the active constituent. The active constituent هي المادة الفعالة أو العلاج الموجود بالنبات. Extraction remove only those substances that can be dissolved in the liquid. هاي الإكستراكشن تسحب، يعني الهدف عنده سحب المركبات اللي ذوبي من بالسولفنت اللي يستخدمه أو المحلول الذي يستخدمه في الاستخلاص. Or liquid mixture، مو شرط نستخدم ليكويد واحد بالاستخلاص، ربما نستخدم ليكويد مكستر، ويجب أن تكون هاي المواد الفعالة ذائبة في هذا الليكويد وإلا ما أقدر أسحبها من النبات. Which is referred to the solvent or more specifically called menstruum. هذا السولفنت اللي يستخدمه الاستخلاص أسميه menstruum. إذا الاستخلاص هي عبارة عن طريقة لاستخراج المواد الفعالة الموجودة بالنبات، ويجب أن تكون هذه المواد الفعالة ذائبة بهذا السولفنت بهذا المحلول أو مزيج من المحاليل. هذا المحلول اللي يستخدم في الاستخلاص اسميه شنو؟ المنسترم. نجي الى مصطلح اخر هو المارك. المارك هو البثل. The undissolved portion of the substance that remain after extraction. بعد ما اسوي الاستخلاص الجزء النبات الغير ذائب نسميه شنو؟ المارك. انا اسميه نخدر الشاي ونستعمل الشاي هذا، فشنو اللي يتبقى؟ يتبقى هو البثل، يعني اوراق الشاي غير الذائبه، هذا نسميه شنو؟ المارك. الاكستراكت شنو؟ هو السولفنت يوزد افتر اكستراكشن بروسيس. بعد ما كملت عمليه الاستخلاص وسويت فرضا فلتريشن، فلترته وطلع عندك هذا السولفنت اللي يحتوي على المركبات الفعاله اللي استخرجتها من النبات اسميه شنو؟ الاكستراكت. اذا الاكستراكت هو السولفنت بعد انتهاء عمليه الاستخلاص ويحتوي على من؟ على الماده الفعاله. ايضا عندي مصطلح اخر هو الاوفيشال دراج. الاوفيشال دراج مين؟ ناتشرال اور سينثيتيك دراج ذات انكلودد ان ذا اوفيشال فارماكوبيا. هاي هي عباره عن ادويه سواء كان طبيعيه او صناعيه وموجوده وين؟ بالدساتير الادويه الاساسيه. فرض عندك موجوده بالبريتش فارماكوبيا، يعني دستور الادويه البريطاني او دستور الادويه الامريكي او الاوروبي. مثال عاديه فرضا الفينكريستين والفينبلاستين، هذا مستخرجه من النباتات وصراحه موجوده داخل ضمن هاي الدساتير ويستخدم في علاج شنو؟ الكانسر. هنا عندي الان اوفيشال دراج. هاي الأدوية are natural or synthetic substances which are recognized and included in official pharmacopoeia. هاي موجودة يعني ضمن دساتير الأدوية، لكن بعد فترة لقوا إن هاي الأدوية شبيه توكسيك، لقوا إنه سامة وسحبوها منين؟ من الصيدليات ومن السوق زين، فسموها الـ unofficial. إذن هي دخلت لدستور الأدوية وخرجت منه نتيجة وجود تأثيرات جانبية خطيرة على حياة الإنسان. مثال عليها القات اللي يستخدم كناركوتيك، والكولتشيكام اللي يستخدم في علاج الجاوت. جاوت يعني داء الملوك اللي هو آلام المفاصل.
مصطلح آخر هو non-official drug. These drugs are never appear in the official pharmacopoeia. هاي الأدوية نستعملها إحنا صراحة for certain treatment of disease، ولكن لم يتم إدخالها إلى دساتير الأدوية مطلقا. هنا أنا أيضا عندي إذا كان النبات are growing in their native countries are said to be indigenous plant. هنا إذا كان النبات هو أصلا ينمو في هذه المنطقة نسميه indigenous plant، يعني نبات يعني أصلي مستوطن في هذه المنطقة نسميه indigenous plant. مثال عليه بينس بالاسترس موجود بين الساوث يونايتد ستيت، موجود في من في جنوب أمريكا، في أمريكا الجنوبية. هذا النبات أصلا منشأه هو في هذا المكان. أما النباتات سيتبي ناتشرالايز يعني شنو مستزرعة when they grow in the foreign land or in the locality other their native home such as datura. هذا النبات هو موجود في مكان معين كان يكون موجود وين في كان يكون في أمريكا وجبنا هذا النبات واستزرعناه بالعراق نسميه عليه نبات مستزرع. هسه عنده فرض النبات بيكاربس هسه اللي جاي نشوفه على جوانب الطرقات حاليا. هذا هو عبارة عن نبات أفريقي، هذا عبارة عن نبات أفريقي أصلا ما موجود أصلا سابقا بالعراق، ولكن جابوه زرعوه وين في العراق، استزرع في العراق فيسمى شنو ناتشرالايز. إذن هذا النبات أصلا ما موجود بالعراق ولكن جاء به من أفريقيا إلى العراق فنقول عشان ناتشرالايز. أيضا عندك صفة نبات آخر هو الداتورة اللي أدخل علما يونايتد ستيت الأمم المتحدة أمريكا from or خذوه من أوروبا واستزرعوه وين بأمريكا. طبعا هاي بدأت استزراع النباتات الطبية يلقى أثر كبير بالداخل العالم، فبدأ فرضا يبدأ يستزرعون بنات مختلفة فرضا في الصين في الهند بأوروبا and many other land. ليش؟ لفائدتها الطبية. إلى هنا تنتهي المحاضرة الأولى للعقاقير والنباتات الطبية للمرحلة الثانية. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور الصيدلاني حسين كامل حامد.